أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مشاركة القطاع الخاص بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وخلال افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، شدد الرئيس السيسي على ضرورة تطوير نظم الري والزراعة بالمشروع وكافة المشروعات الزراعية بالدولة. كله بيناقش القضية في إطار إن المية متوفرة فهو يزرع بيها، وده أمر يعني طبيعي وموضوعي يمكن، لكن أنا عايز أقول للي بيسمعني، المية عندنا في مصر مش متوفرة بالبساطة ديت، ولو إحنا عايزين نستفيد استفادة حقيقية من كل نقطة مية، إحنا محتاجين إن نظم الري تتطور جدا، ونظم الزراعة تتطور جدا، وحتى التآول البذور المستخدمة تتطور جدا.